قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. وابر زخراني هضرت معك صافي واش انت فيما تعصر تقصر في الفنين استاذ راه يدوز الفنين وما يدوش الكلام ديال عسو وصافي انسى اش غادي ننسى وسمعت هذا المختار اش يقول عليا انا منافق فخر ايامي نولي انا منافق انا باغي نبيع الحومه البراني يخليني خليني انا باغينك والله يهديك انا غادي نخزن هاد الفريده هذا كاع انت راجل معقول وهو راجل معقول راه غير سوسه دخلت بيناتكم هاك شرب لي هاد الكاس ونعال الشيطان الله ينعلو ويخزن شرب شرب اتي السلام عليكم وعليكم السلام جاتكم الشنج حتى المحل قولي لي على خواطركم بسم الله ستي ماتك راه الكويسه مرزوق شتك ما عاجبني صاحبي ودي ما كاين ما يتاش هاد الشاب في قطر من جهه التكاستو عسو ما نعسو يا سيدي اش كاين اش غنقول لك تسعني انا غادي ليه باللقمان فمو هو غادي ليا بالعود العيني هاد عسو اييه انا كنحسن ليه وجهه هو كيخسر ليا مع ناس الحرمه وماشي الظلم هذا سي قاسم ما عادش فين جا ورد عليا لا لا انت ما كتفك عجاز انا شوفو عندي شي حصه هذا هو الوقت ديالها غادي نمشي نديرها شوف مرزوق دير الخير ونساه الله يهديكم هاد الساعات تاكل شفنجه صاحبي لا ما بقاتش لي بقات شفنجه بقات عند روش مره اخرى مره اخرى وزعما مرزوق حنا خوت مشاركين الطعام مشاركين الحارة والحلوة مشاركين شفنجة الطعام والطعام راه كيبرك في ركابي وعز الصورة راجل مزيان إيه راجل مزيان شك جتي شفنج في يدك وغادي بيه في كرشك أنا نصور إوا أنا غادي نبدل الساعة بخرا كنظن تنطلقاو من بعد مرزوق شفنجة كمل بها نص كيلو ايوا نكملو مال والله ما فيني ماهي قالك انا منافق هاد السنين كل اللي دوزت وهاد الجرع اللي كنجري انا منافق هاك الساس والله يجازيك بخير انا منافق وانا باغي نبيع الحمار البراني هذا كلام يتقال على مرزوق وانت الوليد هاش يقولوا على ودي انا وليت منافق انا باغي نبيع الحمار البراني دروس في محو الأمنية هلا دروس في محو الأمية كنيفي هاي والحمار هاي في اشتي هاد البلاك هادي خصنا نعلقوها تم صافي صافي يلا زيد هزني بلاتي 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 مالك والسلوم اي عندك الصح غير زحمنا زيد زيد قرر أنا بلاكا إنا بلاكا ودي الأمية عندك اللي بلافي هي صافي يلا زيد هز شوية زيد قرر بلاتي نعبر إياد أراتشو شنو؟ والبلاكا فينا بلاكا وديال أمية أرى بقات فلرت نصيبي هبط 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 هبط
هاي عندك نصان طلقة زيد الله يهزك زيد قرب يا تشي جابت اللي وحلتي فيه انا راه نديرو انا مع عينيا مغمضين راه بالكو صغيوه طلق هات شوف ها هات ها عينيا مغمضين شي هات زيد قرب هبطني كي جاتك دروس في الأمية الله يعطيك الصحة ناس الحومة فين غيكون هذا الكتاب كونطار نعم مرزوق نعم سمح لي تاي كيسحبني مرزوق اشنو لا لا غنلبس الجلابه الخضراء لبسي شي لون اخر تانتي واه فكرتيني ما خليتش عندك الكتاب ديالي النشاط العلمي ناري توضر لا مالقيت الصفر وصافي غنقول للاستاذه راه خليته الا ما تجريش عليا نقولها نسيتو في القسم ديتو شي وحده من العيالات سهله يلا 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 صافي شوفي سبقي انتي الاولى وقطي معاك بلاصه لا لقيت عليا انا جيب ديالي وديالك يلا بسلامه اسدي ما كيمسدي ما تخرجني من بيتي انا راه ولا بيتي اسيري في حالاتك وبدلي بعدا غير اللون ما عاجبني انا بحالك عجبك نوض بقى لي يفيقك واش نفيق دابا راه يلا العشرة نوض العشرة عند شي مرافق وداروا الكاطا انا على الغوت اش واقع ريحة البيت كيقلب ما تخرج بدي ساعة اخرى خلي اختك تخمل البيت ديالها يلا الله يثبتني ما عرفت علاش جيت اه ما شفتوش الكتاب ديال النشاط العلمي ديالي شفتوش كاين كاين الواليدة كاين فين اول تحت نموذجي راه كلها كتزعزع ما لقيت باش نكالي ولا نكالي به ياك اخويا انا جايبه النشاط العلمي باش نكالي به الجهل والاميه وانت كتكالي به الناموسيه وريده ما تقولي والو الجهل والاميه وانت مكالي به الناموسيه الجهل والاميه مكالي به الناموسيه الوالده ما تزيديتها كلمه خليها هكا جوجي بعدا انت فكرتيني علاش البارح هربتي وما عاونتينيش في التمارين والله اليوم تعوديها معايا تا كاع الطلامط والماط ديال الدار غنخليك تشتفي عليهم ما عرفتش منين جاتنا المحور الاميه عاوتاني سيري شوفي باك اللي غيتسطب شي نهار تقولي باغا نترشح للبرلمان هاجي هي بغيت نترشح للبرلمان اش خصني ندير ناس الحومه يا ناس ناس الحومه الناس الحومة هما أنا وانتوما أمين صح خير أنا جاهزة كيف بحثي؟ لبس الحمد لله أنا أسكسي علي يا رب أنا عطيت الراجل الكلمة دي غاسبت من الجاية سلمي سلمي وتعطي مراجع سلمي رجع ستانا النشاط العلمي رأى قفرتها ما لقيتوش عزيز لقيته واللي دارو كان به الناموسية كيف نقل سلمي سلمي وتعطي فينا يا صباح الخير صباح الخير سلمي اللي دارو قفرنا اليوم غير جرعين ناس الحومة يا ناس ناس الحومة الناس الحومة هما أنا وانتوما زيد زيد معي قفرنا تعطلنا عايشة كيما مالك زيد أنا جات أشنو شنو هي بالسلامة يا ويلي مرزوق نسيتي غدا المدرسة أنت المدرسة وهادشي أشنو كاين هنا الكوتي ديالي شويه ديال المسمن وشويه ديال الكيكه ايه واش غادي تقراي ولا مسافره في الكار علاش اخويا ديك راه دي احسن مني وقت ما جات الاستراحه كتحل الشكاره ديالها اش من عصير واش من مطيشه واش من ويلي احسن مني هي مرزوق اش انا دخلتك تقراي ولا دخلتك تقراي فيها حسيفه علاش اخويا راه العلم نور راه القرايه كتنور بنادم قولوا لي اش علمتنا الاستاذه البارح العلم نور والجهل عار سمعتي ها
انت عايشه مشيو ولا تسناو؟ ها بلاتي تسناو. شوف انا هذا دابا مع العيالات نقراو، ويلا جاك الجوع حل راه الثلاجه قدام. يلا يلا الاستاذ غدير علينا هذه الفكره. العلم نور والجهل عار. دابا يا مرزوق هتبدا تاكل من الثلاجه، انا اللي درتها بيدي. ها غا ما حنا اخر لهلا يحوزك. بسم الله ولكن ما فيهاش. بسم الله بسم الله ولكن تشمعنا في القصه. ها كل اختي عيشه والله ما عندي منين تنزل. اختي سمع النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فين العيالات القريب؟ ما جاوش. كيفاش ما جاوش؟ ياخذ انت كتشوف السي قاسم في الاول دينا مزيان، في التالي المجهود ديالنا كامل مشى في الزيرو، ويمكن داو كيعكزو. هيا كاين شي مشكل عيشه؟ ليك ما العواشر قربوا. كاين عواشر اخويا دابا فين حنا وفين هما العواشر؟ تعطوني ودني لكم نقول لكم اش واقع. قولي عيشه. عيالات بغاو يجيو للمدرسه للقسم يقراو، ولكن رجالهم منعوهم، قالوا ليهم اوهو. كيفاش منعوهم؟ هي كاين شي حاجه؟ ايوا انت هو الراجل سير شوف مالو اش واقع. واخا ولكن كبر لي واحد كاس ديال اتاي بعدا. شويه عيشه راه التباشير ما عندناش. راه ما دارين ولا شي. معليش معليش مزيان زيد واحده اخرى غير صغري الالف يا ودي بشويه على التباشير. هدي يدك على العيشه. السبوره تتزلق. كتبوا معاها في نفس الوقت. ما زيدش يدك على التباشير مزيان. ها هكذا. لا راضيه؟ ياك لاباس ما كاين. شوف حيت ما عارفينش بلي المجتمع ما عمره يقدر يتقدم الا كانت المراه ما قارياش. شوفوا العيالات خاصكم تفهموا وتوصلوا للعيالات اللي ما جاوش بانه المشاكل اللي كنعيشوا لا في الحي ديالنا ولا الحومه ديالنا ولا المجتمع ديالنا السبب ديالها هو عدم التعلم. المراه المتعلمه ماشي خدامه، المراه المتعلمه اللي قاريه وفاهمه راه هي الاساس ديال المجتمع، هي اللي هنا كتربي الاجيال والاجيال هما اللي كيطلعوا البلاد باش نعيشوا مزيان ونتقدموا ونطوروا. واش فهمتوا شنو تيقول لكم؟ فهمنا. انا بعدا ما فهمت والو. انا راه باغي غير نقرا باش راجلي ما يتزوجش عليا شي وحده قاريه. انت عارف
راكم البريلي دس. تفضل اسيف خير. الله يجيك الخير. الكاس برصتوها؟ وبصحتكم اسيف. الله يعطيك الصحة. صفقي؟ ياك لاباس؟ مال الحلق عندك؟ مشينا لواحد واحد الوليمة البارح ودرنا ما تيسر من الأملاح، ساعة ما كانش الميكرو وتهلكت. وكانت الزردة بعدك؟ إيوا الحمد لله. الحمد لله. شو صفقي؟ الحلق ديالك إن شاء الله غادي يكون نيميرو واحد، إلا درتي لي الحسن. أييه. راه دا قبط له. ها هو، ها العسل ها هو. سير ودي غنم الله يعطيك الخير أرشي مع القار. طيب مع القار؟ واش راه العسل قالك مع القار أنا كان بيع الجيطان. شري العسل أسي شري العسل. وعليكم السلام. تفضل السيد الحال. غنم يتهنى الحال؟ يهنى الحال أسي. واحد الربعة ديال البيضات وبواطة ديال السردين. أجي كشفي بغار لي يجي عندي كيقول لي بواطة ديال السردين. ياك ما أحسن أنت هربتك المرأة. غفلات لي المرأة ومشات للمدرسة وداك الشيء اللي كنعرف نطيب. هما بصراحة العيالات يخصهم يقراو ولكن عاوتاني ما خصهمش يخليو رجالهم الجوع. هانتوما فيقوا من القلبة واش من قراية؟ عرفتي هذاك المحو الأمية راه دايرين غير دخية. علاش؟ باش حنا نبيعو بأقل ثمن ملي يجي المقاول اللي دايرين معاه اليد يبني ناطحة السحاب. عشرو نزل الأرض نزل الأرض وفي السر اللي راني ما فهمتش. شتي هذاك المخطط ديال مرسوق راه دايرو هو وقاسم والياقوت ويعلم الله شكون معاهم. الياقوت كاينه؟ لا 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 السوق الله اعلم راه كتبان. ولا كان هادشي اللي كتقولو بصح راه هذا هو الغدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ابا غنم انا شي مرايه راه انا 460 ريال انا راه باغي نشوف فيها وجهي. ياك ما داير المكياج ولا داير العكر ولا داير السواك. شت الناس كنقول لهم السلام عليكم وما ني بالا. سي مختار الخوانه هي ما تسيع مراسي ما كانوا لا يبيعوا معاهم ولا يجريوا ما يصدوا لا جيتهم ولا جيت فاميلتهم. سمعتيني عليك وصدقان على الوالد يكون على من بغى. سمعتيني وسير وقرني وقرني والله تنشبعك طرش. صافي دور عليك انا بحال القوي واعي وصافي. وانت صفقي ما قدرتيش تقول لي ان بعد الظن اسمي اوي الشيطان. السي شفناز ما قال والو. شكون اللي قال؟ عشو كنسحب شي راجل اللي قالها. وسمعتوا هاد البروشه شنو قال؟ خلونا من هاد رجعنا لهاد المشاكل الخاويه ونسينا المشكل الكبير هما العيالات اللي خاو من الديور ومشاو للمدرسه. شنو غادي ندير؟ شنو نديرو؟ غادي نمشي غادي نسدو هذاك القسم بعشره ديال القفوله باش تيلا حلو واحد يحيرو مع الاخرين. ها القفوله ها هما. صفقي صفقي ياك لاباس شتك مشيتي؟ معلوم غنمشي. واش بغيتي نشهد على هاد الشيء؟ واش باغي تسدو قسم على العيالات باش ما يقراوش؟ واش نتوما باغيين دابا تدربو الشمس من الغربان؟ اسمع راه العيالات لا بغاو يقراو غيقراو وصافي راه نتوما غتجبدوا غير العيب. انا اقترحت القفوله على الرجال باش يتناو مشاكل العيالات. مشاكل انت غتفرج المشاكل عاد دابا غتبدا. صفقي صفقي ويسدوها كاع. عيشة شنو هادشي؟ والله ما مشاو الرجال تداروها بغاو الحرب هما اللي بداو. واش غنديرو؟ واش من حرب عيشة؟ عرفتي أنا من اليوم وقت ما هضر معايا غنقول ليه إما مريضة إما مهرسة. زيديني عليك حتى أنا غنزيد نمرض واللي بغا يوقع يوقع. سمعوا العيالات سمعوني مزيان حتى وحدة فيكم من اليوم ما تصبل ما تعجنت ما تطيب حتى يجيو يحلوا هاد القيس صافي وزيدو قدامي نشوفو واش يحل هادشي. مزيان تبارك الله مهينة مشتي ساس الحومة. سير سير أبو رزوق ضرب أخوي ما تقدرش
اسرع ارجع. يلا فعطاني انا بينا انا طفيت يا مرزوق خلنا نتفرجوا على حسنتهم الزينه تكر معني الحوش. لا عيشة الله يرحم لك الوالدين وضيعتنا انت الشاب هادو رافقصوني ويلي مرزوق حشومة عليك باش تجينيش فرحانة براسي وناقشة حشومة عليك راه غدا معروضة الله يهديك كنت تناقشي غير العيد وحدة وين تشقي بيها اللي بغا يتعشى ينوض يطيب راسو راه الكوزينة بلا ساروت شحال هاد الشيطان مرزوق تراك والد العيالات شو صفاء قداش ولات شو نوض نوضة صفاء ورينا اش تعلمتي نوضي طيبين لنا العشاء والله ما كرهت ليك فيه ياك لاباس بنتي ضربتها بواحد الزرقيبه في الحمام يحفظني الله وصافي وقالت لي توبه ما تحركياش مرزوق ياك انا صغير منك ما عارف الا قلت لك شي حاجه غتيق بيها نثق بك هاد جوج جات بين ليا ديري الكومبين واش غندير شوف اللي بالك علينا بالصوصي طولت تاني يلا مرزوق نعم عاف اخويا ما تنساناش شي سته في نص الله يرضيك ناس الحومه يا ناس ناس الحومه ناس الحومه هما انا وانتوما بصلات وبقى حسنة سي المختار والله كون ماشي الطبيب اللي قال لي ما تدخلوش للكوزينه كون انا اللي دخلت طيبت لك العشاء حالة فين صالحه جات لي عرس معروضه عند ام هاني كشتي دابا ام هاني جوجات بنتها هذه المره الثالثه الله يستر حاجه ما صدقت ليها مسكينه ويلي سي المختار واش تا بصله دابا ما قديتي تنقيها بكذا اش تقديت شاهره كتبكيني البصله كتبكي ايوا وانا المره الثانيه ما غاديش تبكيني وفعلا ولكن كاين واحد باش غير يجي ويقول لا حنا نحاولوا مع البصله ايوا ملي تسالي لقيت توما ها هي توما توما لا لا ايوا تانا لا كاع لا اخي اخي كنضحك معاك لقيت توما ونقي حتى الزعفران انا موافق حتى انا موافقه موافقه على الزواج لا انا موافقه على العشاء اللي غادي طيب باش ناكلو بناقص من هاد العشاء الواحد يمشي ياكل صواصي في الزنقه وتسالم الله يعطيك العز السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله لقيناك باقي حال دير اشرف دير واحد 15 فلص 15 مالك غادي الحرب دير 6 ما تديش عليه ما عارفش دير لي 7 دير 7 زيدها وحيد الله يحفظك تهش من 7 ديرها وحيده زيدها وحيد لا 6 صافي تقولي شي 6 ديال السوسيس وكثر فيهم الحرور باش نختار واش تا الدم ولا الدار ما كاينين سافروا للهند وداو مراتك حتى هي معاهم الواحد جات مع العيالات حكموا علينا فخر ايامنا اييه تبعنا كلام داك قاسم وكلامك حتى انت مرزوق وعلاش ما تقولش لي ياقوت ياقوت ما دارت حتى شي حاجه ما دارت والو يا قوت الله يعمرها دار السلام عليكم انا الصحه والصحه والراحه فقيد فقيد واش تجاب هذا في الزه ارا خويا ارا عرفتي مشيت معروض عند واحد الراجل بقينا على الهضره كنتسناو العشاء ملي تحط العشاء حطنا طاجين عرينا لقينا الخاوي مراتو كتبالو فيه مشيت لين مع عيالتنا دير اخويا واحد 12 في نص دير يا جولة 12 في نص صافي 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 صاف
واحد